كونسولتو كشف مستعجل وما فيش عندنا شيء نتأجل. كونسولتو كونسولتو اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره على الهواء من السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. استاذ اسامه اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تعالى. زي ما سيادتك تفضلت وقلت احنا هدفنا الاساسي هو الرد على التليفونات بتاعه المرضى ووصف العلاج. بنحاول طبعا ندي علاج كامل متكامل. تمام. يعني روجيتا روجيتا مش او في حاله ما يستعصي ندي روجيتا من اول مره بنطلب توصيه طبيه. يعني مثلا اعملوا لنا كذا، طب هنعيد كذا، طب سوي كذا، يعملوا اللي عليهم. لا يعني هو عشان يديني معلومات كافيه المره اللي بعدها. صح. يعني يعملوا حاجات معينه انا هطلبها عشان ان المره الجايه مدي العلاج دي على اساس سليم. طبعا احنا مش بنقول ان العلاج عن طريق الهواء بيبقى 100%، ولكن احنا بنجتهد جدا 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 من خلال الحوار، ويعني بنتوقع درجة عايز اقول ايه تقييم المريض نفسه. يعني اثناء وانا بسمعه بعرف قد ايه هذا المريض يستطيع ان يكون ملم بحالته، وحواره معايا هيديني قد ايه من الحقيقة. تمام. يعني دي حاجات بقى المفروض ما نقولهاش، لان مش كل واحد بيعرف يعبر كويس عن الواقع. يعني في انسان مثلا العشرة بتوعه ستة. تمام. وفي انسان العشرة 13، وفي انسان العشرة 20، وفي العشرة 2. تمام. انا يعني بغير المعلومة اللي انا بسمعها في غياب ان انا رؤية المريض او الاحتكاك المباشر، ويبقى خلال دقيقة او دقيقتين. تمام. وبعمل عملية إعادة بلورة أو إعادة تقييم للمعلومة اللي هو بيقولها. مظبوط. فيطمن يعني. يطمن طبعا يا دكتور. ده من خلال طبعا خبرتك الكبيرة، وسواء من مصر أو سفرك للخارج على حسب المعلومات بتاعتي. نعم. فده طبعا بيبقى يعني أكتريتها صائب، والدليل على هذا إن المريض بيرجع لنا تاني وبيقول لنا الحمد لله أنا خفيت أو بتاع، وهي كل المهمة اللي أنا شايفه من خلال الحلقات الكثيرة اللي احنا عملناها مع بعض، إن المريض فعلا بيوصل لحل مع الالتزام باللي أنت بتقوله له وكده. بس نعم. أنا قبل ما يبتدي الهجوم بتاع الاتصالات وكده، أنا عندي حالة هنا. الراجل ده بصراحة مسكني على الفيسبوك بجد، فقال لي أنا ولا أنا قادر أوصل للبرنامج. أنت بتفاجئني كده والله. أه معلش. فأنا طبعا هو عامل لي حوالي مثلا إيه 3 صفحات على الفيسبوك، بس أنا خلوه بس صفحتين. أنا عرفت إيه اللي يتقال من خلال خبرتي معاك يعني. أه طبعا. فهو طبعا بداية بيقول: دكتور محمد السلام عليكم وأسعد الله مساك بكل الخير. ابتدى بالاسم، الاسم كهلان ابن الحميري. نعم. السن 40 سنة. طيب. الوزن 66 كيلو، وكان 74. طيب. الحالة النفسية مشاكل. من امتى قال؟ من امتى كان حضرتك 74 وقال لي بقى 60 كيلو؟ يعني خلال فترة قد ايه؟ 3-4 شهور تقريبا ذكرها. ذكرها. مهم قوي. فالحالة النفسية مشاكل وعصبية وضغط نفسي. يعني عصبية وضغط نفسي. وضغط نفسي. وبعدين هو كاتب في البداية: اصبحت نحيف والناس اكلت وجهي وتعبت والله. هو يمني ولا سعودي؟ تقريبا يمني، اللي انا مش عارف بالظبط القط بتاعه تقريبا زي. لا ما هي 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 حضرتك حمير كانت فين اللي هي؟ امثال يمني. واخبار مع الحضاره حمير اظن كانت يمن على 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 بس معطة. هي حضاره سبع اليمن. حضاره سبع مش كده تقريبا. طبعا الفلقيين طبعا كذا فدلوقتي هو بيقول السكر من 3 سنوات. اكتشاف صايم 200 وفاطر 330. العلاج جلوكوفاش 500/5. بياخد عدد 2 حبة يوميا. الامتناع تماما عن الحلو اول ما سمع كده. رياضة مشي 40 دقيقة كويس يوميا. عزيز. بعد 3 شهور اصبح التراكمي 7. الوزن زاد ل 74. الدكتور لغى حبة المساء
من شهرين بسبب هبوط ليلا، الآن صايم 75 فاطر بيتراوح بين 140 و 200. طيب غير له العلاج الدكتور لسيتا كرياتين 100 ملي لمدة 10 أيام، أصبح الصايم 110 والفاطر 220، ثم العودة مرة أخرى للكلوكوفاش. ولكن يا دكتور أصبحت مرة أخرى حاليا نحيف جدا والحالة النفسية زفت. طيب هو ما قالش متجوز ولا لأ؟ شكله متجوز 40 سنة أكيد متجوز. مفيش مشاكل تانية بيشعر بيها يعني تانية زي مثلا تنميل في الأطراف، يعني مثلا تنميل أو خدلان أو آلام، وخبر حضرتك دي برضو يبقى جديرة إن احنا نعرفها. أنا أرى إن هو يعمل لي تحليل دم اللي هو الهيموجلوبين A1C. تمام، هو عارفه يودي يسجل كده هيموجلوبين A1C. هو ده بيتفرج على الحلقة. هيموجلوبين A1C ويعمل FT3 FT4 TSH ويبلغنا بيهم الأسبوع الجاي. ده كده تمام؟ أكيد كده أنت شايفنا على الحلقة وأنا متأكد من هذا لأنك مستني الحلقة، فيا ريت تاخدها بقى من على الفيسبوك ولا اليوتيوب. معانا اتصال دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو أستاذ محمد، السلام عليكم. أستاذ حسام. أيوة اتفضل. أهلا وسهلا بالصحة والجمال. أيوة اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بشكر الدكتور محمد هذا العالم المحترم البسيط في أداء في رسالته وتوصيلها لكل الناس. فهذا يعني بنستفاد منه كتير جدا. وبشكر القناة وبشكر كمان الأستاذ حسام الإعلامي المحترم ده، وجهة جميلة مشرفة بشوش هو دكتور. الله يخليه. وبيفيدوا الناس جدا جدا جدا. كلك ذوق. أنا اسمي محمد فؤاد من القاهرة. أهلا وسهلا. بشكر حضرتك جدا جدا جدا. وأنا بس ماليش أي سؤال إطلاقا. أنا بقى حي هذه القناة وحي الدكتور محمد وحي الأستاذ حسام على المعلومات اللي أنا شخصيا استفدت منها. والله متشكرين جدا. يعني أنت أستاذ محمد بس متصل تشكرنا يعني. بس تماما. تشكر الدكتور عامة يعني هو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك. ولكن اتفضل. الله يخليك. ولكن أنا ما عنديش سكر الحمد لله، ولكن أنا بستفاد من الدكتور في المعلومات. ما استناش للواحد يتعب، يعني الواحد الوقاية خير من العلاج زي ما بيقولوا. طبعا بسمع من الدكتور حاجات بتفيدني جدا في حياتي الشخصيه والاسريه. تمام، فربنا يوفقه ويوفق حياتك. وبشكركم جدا جدا. العفو يا فندم. شكرا. شكرا استاذ محمد. شكرا. شكرا على الشعور الطيب ده. جزاك الله خير. طيب نعم اتفضل. ناخد الاتصال اللي بعده. ام محمد السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا ست ام محمد. اهلا وسهلا. الله يسلمك. حضرتك انا متابعه معاك على طول كل اسبوع. حضرتك انت قلت لي خد الكلوفاج ومشيت كويس زي الفل. طيب. انا عملت اليوريك اسيد طلع 7.9. ينفع الفوار لوحده ولا اخد حاجه معاه تاني؟ اليوريك اسيد عملتيه امتى حضرتك؟ عملته الاسبوع ده. يعني يوم ايه؟ اول امبارح. انت كنت اتكلمتينا الحلقه اللي فاتت؟ اول متصله. حضرتك كنت بتشتكي من ايه؟ فكريني بس الاسبوع اللي فات. حضرتك لما قلت لك انا باخد 40 انسولين والسكر ما باخد حاجه بالليل بيهبط، قلت لي خد الكوفاج. طيب وكان في شكوى تانية معاه عشان طلبت منك اليوريك اسيد؟ نعم. انا ليه طلبت تحليل اليوريك اسيد حضرتك؟ رجلي ايه حاسه بتقل والمفاصل وجعاني وتعبانه. ما انا بحب عملت لقيتها 7.9. 7.9. طيب انت دلوقتي حضرتك انا عايز اسال برضه قبل ما اقفل. نعم اتفضلي اتفضلي. حضرتك دلوقتي انت باخد جلوكوفاج اكس ار، ايه الفرق بين العادي والاكس ار؟ طيب ده 1000 اللي انت بتاخديه 1000 صح؟ وحضرتك كمان سؤال تاني. الو. ايوه معاكي. لو خدت علاج اليوريك اسيد ممكن ناخده؟ انا باخد غلوكوفاز ده قبل الغداء بربع بنص ساعه او ربع ساعه. اخد علاج اللي حضرتك هتقولي عليه اليوريك اسيد ده امتى؟ طيب اصل هو اليوريك اسيد هو لوحده حضرتك بس اسمع التلفزيون. حاضر. شكرا لحضرتك. هو دلوقتي هي عندها اعراض، فانا شايف انها تاخد دواء اسمه زيلوريك 300 ملي جرام رخيص كل يوم حبايه. يستحسن تكون قبل اي وجبه بساعه على معده خاويه، والفواره دي تاخدها ما تاخدهاش مش هتضرنا في حاجه.
هي مس الفوارة كمان بتقلل الألم شوية. تمام. بالنسبة للسكر خليها زي ما هي، هي دلوقتي كويسة قوي. ليه الجلوكوفاز الاس ار او الاكس ار او تيفر يعني، اللي هو ده بيبقى ممكن يبقى مرتين في اليوم، ويبقى الجرعة بتبقى كبيرة شوية، 1000 لحد 1000. طيب ناخد التليفون من بحيرة. استاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله استاذ احمد، ربنا يخليك الله يكرمك. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل الدكتور معاك. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا الله يبارك فيك، ربنا يكرمك ويجعل في ميزان حسناتك كل اللي بتعمله للناس يعني. اللهم امين يا رب. احنا وانت سيادتك اتفضل. بعد اذن حضرتك، عندي الحاجه بتاخد علاج سكر وعلاج ضغط، بتاخد دياميديزين وكانديلكان. هي سنها كم سنة؟ الحاجة سنها كم سنة؟ سنة مش منضبط يعني. سنها كم سنة يا فندم؟ مش منضبط. لا الحاجة سنها كم سنة؟ 59. وزنها قد ايه تقريبا يعني؟ وزنها حوالي 100. طيب السكر يا دكتور. حاضر يا حبيبي. السكر والضغط بقى لهم كم سنة؟ حوالي 15 سنة. طيب بتاخد ايه علاج للضغط تاني بالراحه كده عشان احسن؟ كانديلكان. ايه؟ كانديلكان. ماشي اوكي. والضغط والسكر بتاخد له ايه؟ دياميديزين. قد ايه كم ملي؟ 10. 10 ملي. الدياميديزين 60. 60 لا الدياميديزين 60. اقول لك سر؟ اتفضل. الأدوية بعض الأدوية أنا ما بكونش ملم بيها، لأنها في نوعين من الشركات، في الشركات العالمية وفي شركات كتير قوي مش وحشة مصرية، فأحيانا أنا عارف الاسم العلمي والأسامي الأجنبية أكتر من الأسامي العادية، بس بعرف من الجرعة يعني 60 ده يبقى دايماكرون، زي دايماكرون بالظبط، أخبار حضرتك. فما علينا، أنا كده فهمت، بتاخد 60 ميلي جرام الصبحيه صح يا فندم؟ ايوه ايوه يا دكتور. طيب اتفضل. وبتاخد معاه سيدوفاج 1000 ولا 500 ولا 850؟ 500. كم حبايه يا فندم؟ بتاخد المفروض تاخد 3 حبايات في اليوم، هي بتاخد 2. ليه؟ اي يعني كسل، نوع من الكسل يعني. يعني مش قادر تشد تحط بقها. طيب سكر الصايم كام يا فندم؟ يا هنقول ايه بقى؟ اقول ايه؟ طيب السكر الصايم كام؟ السكر حوالي بيبقى متراوح كده ما بين 140 و160 واحيانا بيوصل 190. ده الصايم سيادتك. ايوه. وبعد الاكل بساعتين او يعني بعد الاكل فاطر كام؟ وبعد الاكل برضو بيبقى في نفس الحدود يعني، ما بيبقاش فيه فوارق كتيرة يعني. طيب في اي اعراض تانية هي بتشتكي منها سيادتك؟ هو ما فيش اعراض تانية، ولكن هو بجالها حوالي اسبوعين ثلاثة كده، عندها صباعها او اكتر شوية، عندها صباعها في رجلها الشمال جنب الضفر كده يعني ايه، ما بيصحاش، بيطلع دم بصفة مستمرة وما فيش، ما بيصحاش. يعني ايه ما بيصحاش؟ ما بيتحركش. خدت مضاد حيوي وبتدهن مراهم برضو مضاد حيوي، ولكن ما فيش فايدة. لا استنى بالراحة عليا لو سمحت. اتفضل. اولا الصباع انهون الكبير ولا الصغير ولا اللي في النص؟ الصباع الكبير. من الناحيه من الخارجي من الداخلي ولا من جنب الصباع اللي جنبه؟ لا من جنب الضفر الخارجي. بتلبس شبشب ضيق ولا جزمه ضيقه ولا حاجه؟ لا ما بتلبسش، ده هي قاعده في البيت يعني، حتى اليومين دولت ما فيش شغل في المدارس ولا حاجه. سؤال يا استنى ما همتحن الاستاذ حسام. نعم اتفضل. انا سالت. لا انت ما كنتش معايا. لا اتفضل. ليه انا سالت على الوضع بتاع الخرم اللي او الالتهاب اللي بيطلع على طول دم في الصباع الكبير عشان الناس حتى تتعلم الدكاتره، لان المنطقه دي رجله تعطر فيها يعني. هو قال جنب الضافر الصباع الكبير اللي هو مش جنب الاصابع يعني، الصباع الكبير اهو لوحده هنا الحته دي ملطش. تمام صح يا فندم؟ ايوه صح مظبوط يا دكتور. او الجزمه يعني، اما بتطلطش يا اما الجزمه. امك صح صح وهي ماشيه في البيت انا بحب امشي حافي انا شخصيا، اما الصباع الكبير اما الصغير كمان. اه بالظبط، الصغير ناحيه دي هنا، بس دايما انت رجلك تلطش هنا صح في النص كتير، او الجزمه تكون ضيقه. ده سيادتك هي حضرتك ما بتلبسش حاجه بقالها يجي شهر. ايوه يا بيه، لان هي مش قادره تلبس. سؤال يا فندم، الماده اللي بتخرج منه ريحتها وحشه؟ لا دم بس ريحته وحشه.
الدم لا ما اعرفش مش ريحته وحشه ولا حاجه، دم عادي. بقاله شهر سيادتك بتقول؟ بقاله يجي شهر. وخدت مضادات حيويه ما راحش؟ طيب المكان شهرين. اللي بيطلع هي بتقول شهرين. المكان اللي بيطلع منه الدم ده خرم ولا جلطه؟ زي جرح، زي جرح كده بين الضوفر وبين طيب انا بين اللحم وبين الضوفر. انا متخيل تماما. هو العلاج الموضعي مش هيجيب نتيجه قوي، وهي خدت مضادات حيويه، فممكن ناخد في مرهم اسمه سلكو سيريل. سلكو سيريل هو او البديل بتاعه. وانا شايف ان احنا ممكن نوقف المراهم دي لمده 7 ايام عشان نسيب الجرح يجف، وممكن نحط حاجه اسمها بيتاداين او كحول عادي حتى افضل 70% اللي هو دلوقتي طالع جديد عشان الكورونا. تجيب كده مثلا ازازه صغيره 20 سنتي ولا حاجه، وتمس مره الصبح ومره بالليل كحول عادي خالص، وتسيبه ينشف. وبعدين حضرتك ممكن تاخد مضاد حيوي، هنختار حاجه بسيطه، دواء اسمه سيبتازول، تاخد حبتين الصبح حبتين بالليل. لو ما خفتش خلال اسبوع، سكرها مش عالي قوي الحقيقه، بس هي تخلي بالها ممكن تكون رجلها بتعطر، فتحاول تلبس حاجه زي الجماعه الخف كده جوه وهي ماشيه، خف خفيف يغطي الرجلين كويس قوي قوي. وتحاول ان لو ما خفتش خلال اسبوع هنضطر نعمل يعني حاجه اسمها موجات فوق صوتيه للاورده والشرايين بتاعه القدمين. وكلمنا تاني ان شاء الله. تمام استاذ احمد، شكرا على الاتصال، بالشفاء ان شاء الله لوالدتك. معنا اتصال تاني. سلام عليكم استاذه امل. ايوه عليكم السلام. ايوه لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا استاذه. بقول لك ايه يا دكتور لو سمحت، انا يوم الحد اللي فات جيت على بالليل كده وجات لي دوخه، فانا اول مره، انا مريضه سكر بقالي 5 سنين، فانا اصلا ما اعرفش يعني ايه غيبوبه، يعني لاني ما جاتليش. فيوم الحد اللي فات جات لي غيبوبه الساعه 9 كده، فقمت عملت شويه سكر كده بميه وشربتها ونمت. صبحت لقيت نفسي كويسه. ده من ايه بقى؟ عماله بقول انا ما بتعشاش. سنك كام سنه؟ يعني نعم سنك كام سنه؟ انا عندي 55 وطولي 159. طيب. ووزني 63، يعني انا بقلل الاكل عشان انا عايزه اخس اصلا. اخر 6 شهور وزنك بيزيد ولا بيقل ولا ثابت؟ لا هو قال، هو انا كان 65 قال لي بعد رمضان، بس انا اللي عاوزه بقل، يعني انا ما باكلش عشان انا عايزه اخس. موافق. السكر الصايم وباخد وباخد ديماكرون. وبقول لك ايه يا دكتور، في نقطه كمان، انا زهقت من الانسولين بطلته وزودت. الخط قطع. استاذ امل معانا؟ طب ممكن تعود الاتصال تاني. طيب يا ريت تعود الاتصال. طيب عود الاتصال تاني يا استاذ امل. ناخد معانا الاستاذ احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. صحه الله. دكتور انا عندي انا عندي كليه واحده. نعم اتفضل. اقف في حته كويسه بس عشان في الحالب الايمن. سيادتك قبل المثانه، فمركب دعامه من الـ من الـ من الكليه الى الحالب. لا سيادتك عندك كليه واحده، انا سمعت دي الاول. دي مدتها سنه. ايه؟ فدلوقتي دلوقتي بقالي اكثر من من 3 شهور. هو جنب التلفزيون على فكره. طب ابعد عن التلفزيون لو سمحت. مش عارف اطلع الدعامه علشان طبعا الوقت اللي احنا فيه ده. لا بقول لسيادتك احنا ما سمعناش حاجه. استاذ احمد لو سمحت وطي التلفزيون وابعد عنه بس. وبعدين اعود الاتصال تاني. ها ناخد الاستاذ محمود من طنطا. السلام عليكم استاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. انا كنت باخد، انا مريض سكر وعندي 58 سنه. عظيم. كنت باخد حبوب وبعدين كنت باخد انسولين وبعدين حولت حبوب اسمها انيباميد. وباخد دولسيل 4 مللي، باخد نص حبايه. وباخد يورفيت. طيب. هو مأثر بقى على صوابع رجلي، السكر مأثر على صوابع رجلي. لا استنى بالراحه عليا بقى. ومأثر على الحاله الجنسيه عندي.
طبعا. قول لي سيادتك، انت قلبت من انسولين لحبوب بقالك قد ايه سيادتك؟ بقالي 6 شهور. دكتور اللي حولك ولا فتوانة؟ اه فتوانة؟ اه دكتور، دكتور. طيب وقت السكر الانسولين ما كنت بتاخده كان الصايم كام؟ انا ما كنتش بتابع بصراحة. يعني سيادتك الدكتور رحت له قلت له والنبي عشان خاطري لو سمحت عاوز احول ده؟ كانت رجلي لما باخد حقن بيتنمل وبحس ان جلد رجلي بيوجعني. طيب الانسولين وقفت الحقن الحاجات دي اتحسنت صح؟ اه الهبامين ده انا ماشي كويس قوي لغايه دلوقتي. مفيش حاجه حضرتك دلوقتي اللي احنا اما تقفل التلفزيون لان انت بتستنى اما كلامي يجي لك عن طريق التلفزيون. صح. خد عن طريق التليفون لو سمحت. ماشي حاضر. واخد بال حضرتك دلوقتي حضرتك مفيش حاجه اسمها كده، حضرتك ماشي بالشكل. احنا الطب عندنا حاجتين، شكل وارقام. يعني حضرتك دلوقتي بتقول الالام بتاعت رجليك، انت عارف ان ممكن لما توقف الانسولين الالام تروح؟ عارف السبب ايه؟ ان السكر بيعلى فيعمل صدمه للعصب ما يبقاش يحس بيه. يا اه فكانك خدرت العصب. وهو مستمر. انت عارف زمان كانوا بيخدروا البني ادم ازاي؟ كانوا بيخبطوه بشوم على راسه. يا ساتر. اه فانت دلوقتي حضرتك سبت السكر يعلى اتخبطت شومه على العصب فما بقاش يحس. فهو حضرتك انا شايف ان انت بس حضرتك تتصل بيا الاسبوع الجاي تعمل لي سكر صايم، سكر بعد الاكل بساعتين. انا عايز اشوف رجليك دين حضرتك يعني وهي فيها مشاكل. المفروض بنحتفظ بالانسولين شويه على اساس ان الانسولين ده عامل بنائي. الدكتور كان عاوز يراضيك ويراضيك على مش عارف اقول ايه. اصل احنا الطب ساعات نبقى غلسه والغلاسه لصالح المريض مش حقيقي. اه مش هجاملك على صحتك، على حساب صحتك. حتى لو ده هيبان بعد 10 سنين المفروض انا اقول له ان بعد 10 سنين هيبقى كده. وساعات الدكتور بيخاف من العيان بس احنا ما بنخافش بفضل الله. فحضرتك قيس السكر صايم وسكر بعد الفطار بساعتين او الغداء او العشاء يعني، وبلغني الاسبوع الجاي عشان نشوف الموضوع ان شاء الله. تمام شكرا يا استاذ محمود. طيب ناخد اتصال بعده. استاذ احمد سلام عليكم. بعد اذن حضرتك بس انا نسيت اسم المرهم واسم الحبوب اللي عيد الحلقه تاني حضرتك موجوده على اليوتيوب هتنزل بعد ساعه بالظبط. ونقي الحته اللي انت عايزها وسجلها وروح بيها المعمل او الصيدليه. تمام يا استاذ احمد سجل نسيت على الفيسبوك ولا اليوتيوب. شكرا. وبتتعاد اظن مش عارف بتتعاد الحال. طيب ناخد اتصال لبعده. ام احمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا ام احمد. لو سمحت انا جوزي كان تعبان شويه بتاع في رمضان جات له خنقه في قلبه كده ومش عارف يتنفس. سنه كام سنه يا فندم؟ سنه 30 سنه. هو لف بعد كده على الدكاترة والدكتور وإلا الأخبار الاتصالات عندنا تعبانة النهاردة ليه يا جماعة؟ أنت معانا أهو؟ أيوة أم أحمد. أه حضرتك. أيوة أم حضرتك. هو يا ريت الكنترول يبقى يقول لهم يبعدوا عن التلفزيون أو يقفلوا يعني. طيب. يوطوا الصوت يعني أو حاجة. اتفضلي. ألو. سامعينك. ألو. أيوة أم أحمد سامعينك اتفضلي. راح للدكتور دكتور قلب فعمل هولتر وعمل عمل كل حاجة، عمل اكو على القلب وكل حاجة عملها ومفيش حاجة والحمد لله تبقى تمام يعني. سنه 32 سنة وجاله شكة في القلب صح؟ مش عارف يتنفس اي مجهود بيتعب منه. قعد قد ايه الحكاية دي عنده؟ ده الكلام ده من رمضان. وما زالت موجودة؟ بتروح وتيجي. اقل مجهود بيعمله بيتعب. اقل مجهود يعني يجيله كرشة نفس. اخر مرة الدكتور البطنة قال له ده ممكن ارتجاع في المريء بيعمل كده. لا بتجيله كرشة نفس ايه؟ ينهك كده؟ لا مش سامع حضرتك. طيب يعني ازاي يا فندم بيتعب مع المجهود؟ يحس خنقه ولا ضيق نفس ولا كحه ولا كرشه نفس؟ لا خنقه وضيق نفس ودرجه قلبه بتسرع جامد. مع اي مجهود؟ مره واحده ما يعرفش ياخد نفسه. امال ما هو ركب الهولتر حضرتك والهولتر طلع طبيعي. طلع طبيعي. ركبه يومين، ركبه 48 ساعة طلع طبيعي مفيهوش أي حاجة. وعمل أشعة على الصدر وعمل كل حاجة طلعت تمام. أنت مزعلة جوزك؟ والله أبداً. حد تاني مزعله؟ لا الحمد لله. هو ممكن يكون عصبي شوية.
ما سبب حر بقى احنا هنعمله ايه؟ بس هي الفكره احنا ماشي عايزين... يعني عصبيه على الدكتور تعمل كده يعني؟ لا. ولا ايه طيب؟ بص بص اسمك ايه؟ ام احمد. يا ام احمد احنا عايزين نعرف النبض بيوصل كام اما يكون هو حضرتك عمل المجهود ده. انت بتقولي ضرقات القلب هو لما كانت الازمه بتجيله كان الضغط بتاعه بيوطى وساعات بيعلى. بيبقى كام ممكن الضغط؟ ممكن يعلى. ما انا هسال على ارقام. الضغط بيبقى كام اما بيعمل المجهود؟ يعني حضرتك دكتور هو ممكن يوصل، ممكن يوصل مثلا يعني مثلا ممكن يوصل 100 على 40 على 50 كده. ده الضغط. الضغط والطبيعي من غير مجهود بيبقى ضغطه كام؟ لا لا طبيعي طبيعي عادي ممكن 110 على 70 او ممكن 110 على 80 عادي. يعني ضغطه بيوطى مع المجهود. ممكن لما تجي الازمه دي جامد ضغطه بيوصل ممكن بيعلى في نفس الوقت عادي. وضربات القلب ما عرفتيش قد ايه؟ النبض بيبقى قد ايه وقت ما بيبقى تعبان؟ ضربات القلب ممكن تبقى حاجه و60 او حاجه و70. ده اسلام ما بيبقى تعبان؟ لما يبقى تعبان. صدره بيزيق وقت ما بيبقى تعبان؟ صدره بيزيق؟ في صوت من صدره؟ لا لا يعني خشخش خرجه كده في الصدر ولا حاجه؟ لا لا خنقه خرق كده وبيحس ان هو بيشد نفسه من بطنه كده جامد. يستمر على الحكايه دي قد ايه؟ ايه؟ تستمر النوبه دي قد ايه بعد ما يعمل مجهود؟ هو ممكن تقعد 5 دقايق وتروح وممكن تكرر مرتين في اليوم واكتر لو ممكن. عمل اي حاجه من مثلا لو عمل مجهود ممكن يتعب. لكن من غير مجهود مفيش اي مشكله؟ لو من غير مجهود من غير حتى ما يمشي ولا حاجه مفيش اي مشكله. بينام على بس كم؟ لو نزل السلم ولا حاجه بيتعب. خلاص جاوب على قد السؤال بس عشان طولت معاكي. بينام على كم مخده بالليل وهو نايم؟ بالليل الاول كانت بتجيله بس بعد ما الدكتور بتاع البطنه اداله علاج المريء بقت تخف شويه. يعني بينام على كم مخده بالليل وعلى السرير وهو نايم؟ ما جاوبتيش. لا بينام طبيعي عادي على المخده مثلا يكون مش عاليه قوي ولا واطيه قوي. طيب يقوم كده مبكرا ابدا عنده كرشه نفس وهو نايم؟ ممكن. واليومين دول ما بينامش خالص يعتبر من ساعه ما حصل الموضوع ده. طب بصي احنا هنحترم الدكتور اللي شافه لان الكلام بتاعك كله مش متجانس مع بعضه. هياخد حاجه اسمها هيستاك 300 مللي جرام حبايه قبل النوم. ايه معلش ايه؟ ابقى عيد الحلقه موجود على اليوتيوب وهتتعاد. هيستاك 300 مللي جرام حبايه قبل النوم على طول. لو اختفى كملي العلاج لمده 15 يوم ان شاء الله مش هيحصل حاجه. غير كده كلمينا تاني. شكرا شكرا يا ام احمد. دكتور محمد نستأذنك ناخد فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل انتظرونا. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل. مرحبا بك مره ثانيه. اهلا وسهلا. كنا بنتكلم في ايه؟ احنا كنا قفلنا على اللي هي كان بيتكلم عن جوزها وزوجها ايوه ودنا العلاج بتاعها واخبار حضرتك. النوبات دايما يعني نتكلم دلوقتي شويه على ضيق النفس. تمام. او في حد كان قال ان انا بالليل جالها حاجه زي غيبوبه واول مره تشوف الغيبوبه وكانت بتسال سببها ايه؟ دي اللي قبليها. طيب لو عندك حد نجاوب عليه وبعدين نرجع لها تاني. ناخد دلوقتي ام احمد من الفيوم. ايوه سلام. ام احمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزه اكلم الدكتور محمد لو سمحت. اتفضلي يا ام احمد. طيب انا مريض السكر وضغط وقلب وعندي جاني نقرس في شهر 2 اللي فات. اخذت العلاج بس ما مشيتش عليه على طول. فالمهم الفترة اللي فاتت دي من 10-6 انا تعبت تعب جامد قوي 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 مش عارفة سببه ايه. فالمهم على مهلك. انا باخد كونكور للضغط. طيب هل الكونكور هيمشي مع النقرس ولا اخلي الدكتور يغيرهولي؟ انا باخد انسولين. طيب السكر مظبوط يا ام احمد. النقرس 11 ونص. بتاخدي له ايه؟ انا مش سامعه يا دكتور. حضرتك بتاخدي له ايه؟ الو. طب انت حضرتك بتشوفينا بالتلفزيون ولا من التليفون؟ الو. حضرتك طب اسمعينا من التلفزيون. خلاص ادام التلفزيون. انا مش سامعه. ممكن اقفل واسمعك من التلفزيون؟ لا اصل انا عاوز اسال اسئله. انت سامعانا كده يا ام احمد؟ الصوت بعيد قوي. طيب انت مقربه التليفون على ودنك الموبايل؟ ابدا ابدا بعيد. والتلفزيون بعيد. طب روح اسمعنا من التلفزيون. ها خلاص ام احمد.
على ما اعتقد. لا اصل عشان نستفيد لازم في اسئله انا بسالها ونحاول يا جماعه نجاوبها بسرعه. يعني هنا السن مهم قوي بتاعه ام احمد، نمره 2 11 ونص ده كتير جدا، مش هيكفيكي دواء واحد للنقرس، لازم هناخد اكتر من حاجه زي فواره وزي لوريك مثلا، نشرب ميه كتير قوي قوي. امور الكونكور مع دواء مع كتسالت بتقول الكونكور مع ايه اظن ممكن عادي الكونكور في الضغط يمشي مع الزيلوريك. احنا بنخاف بس الناس اللي عندهم نقرس او زياده اليوريك اسيد ما نديش مضررات البول. يعني حاجات مضررات البول كنا بندي حاجات مجموعه اسمها الثيازايد او مجموعه الفروزيمايد او ما الى ذلك، ده ما بنحبهاش نديها مع النقرس الحقيقه. لكن نشرب ميه كتير، الزيلوريك اقل حاجه 300 ملي جرام مش اقل يوميا، نقلل بقى الكبده والقوانص واللحوم الحمراء وما الى ذلك، ناخد ممكن فواره زي يورو سولفين او ناخد حاجه مثلا مغنيسيوم سيتريت، هتحاول تنزل شويه وبحاول التسبيره ثاني ان شاء الله ان شاء الله. ناخد الاستاذ احمد من الاقصر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخبارك يا باشا؟ تمام الحمد لله، نعمه وفضل. اتفضل. انا من 10 سنين عندي، من 10 سنين بعاني بالسكر حضرتك. 10 سنين عندك سكر من 10 سنين حاليا؟ حلل باخد جلوكوفاز 5 على 1000 صباحا ومساء. بتاخد 5 على 1000 اسمه ايه؟ جلوكوفاز. جلوكوفاز. طيب ماشي انا فهمت. هل حضرتك هل ليه عرق جانبي على المعده بيعمل قرحه على المعده حضرتك على المعده الشديده او ليه اي عرق جانبيه؟ ساعتك بتسالني بتقول الدواء ده يعمل قرحه على المعده؟ كبيره بس الحبه بتاعته كبيره خالص. لا هو في ماده اسمها ميتفورمين، الماده دي ساعات تعمل يعني تعب على المعده شويه في بعض المرضى، لكن ملوش اثار جانبيه بامر الله لو هو كتب في الطريقه السليمه، ما يكونش الكلى فيها مشاكل كبيره، ما يكونش في حاجات تانية لها مشاكل. لكن هو احيانا يعني يدي عدم ارتياح في المعده، ويستحسن الدواء ده المفروض ناخده على المعده خاويه، بس لو ادى تعب خده في وسط الاكل مش هيجرى حاجه بعد يعني ما تاكل لقمتين كده. حضرتك انا وزني 60 كيلو، طولي 159 وزن. طيب ضعيف حضرتك، انت شايف عاوز تدخل عاوز تدخل شويه؟ حضرتك عشان بس البيوتي فورمين هو ماده بتعمل على النحاء بتنقص الوزن حضرتك. لا ده الميتفورمين فعلا او الجلوكوفاج بيخفض الوزن مظبوط. يبقى اذا الدكتور ممكن نوقف حضرتك الميتفورمين خالص، انت بتاخد حبايه واحده واخد بال حضرتك، وناخد بداله مثلا ننقي لك دواء زي دولسيل 4 مللي جرام، خد حبايه قبل الفطار وحبايه 2 مللي او نص مللي قبل الغداء، هتحط لك 5 كيلو خلال شهرين ثلاثه. تمام شكرا شكرا استاذ احمد. ولو السكر وطي ياكل يتخن مفيش مشكله. دايما مريض السكر اما عايز يزيد وزنه يحط وزن يعني تمام، وقت ما يجي له هبوط سكر ياكل، هيبقى كده اهو. وقت الهبوط، وقت الهبوط الخلايا شرهه هيمتص الاكل على طول على الخليه ويلزق على طول يزيد في الوزن على طول. طيب ناخد الاتصال بعد من المنوفيه. اتفضل استاذ سعيد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سعيد ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ كل عام وانتم بخير. الحمد لله. طب ابعد عن التلفزيون شويه. طيب اوطيه. والله دلوقتي يا دكتور انا والدتي مريضه بالسكر. نعم. الو. ايوه سامعك. انا حاسبك تتكلم عشان والدتي مريضه بالسكر. دلوقتي احنا حلينا لها سكر مش عارف صايم 150 وفاطر 210. طيب سنها كم سنه؟ الو سنها كم سنه؟ سامعينك. فدلوقتي بتيجي بايديها الشمال على طول بتنمل واقفه على طول وما بتحركهاش، واسنانها بتاع اليومين دول يا والدتي عندها 64 سنه. بص يا فندم، هي وزنها قد ايه يا فندم؟ وزنها 120. يعني حضرتك بتاخد قلت لي دواء ايه؟ بتاخد انسولين 30 سم. 30 مرتين ولا مره واحده؟ بتاخد مره واحده 40 سم. الصبح 40 واحدة بقى 40 بتاخد 40 الصبح. مرة واحدة. مرة واحدة. والتحاليل دي انت بتعملها الصبح دايما؟
طيب حضرتك انا متاكد 90% ان السكر بيعلى بالليل، وحكايه وقوع الاسنان دي موضوع تراكمي، ان العامل البنائي داخل جسمها يعني تعبان شويه، لان العلاج ما كانش مؤثر انه يحافظ على البنيه السليمه للانسجه. وللاسف الشديد اللي اتكسر ما بيتصلحش في المنطقه دي، فاحنا عاوزين نحافظ على الباقي. قلت لي كمان ان هي حضرتك قلت لي حاجه تانية غير الاسنان، كملت ايديها وده الشمال على طول واقفه. طيب هنحاول ندي دواء اسمه تجريتول 200 مللي جرام حبايه قبل النوم كل يوم. الدواء ده بينيم شويه في الاول، بعد كده ان شاء الله يمكن يخفف التنميل والخذلان. النقطه الثانيه، انا شايف ان الانسولين مش كافي، فتحلل سكر بالليل، السكر هتلاقيه عالي، ساعتها نظبط لها السكر بالليل ان شاء الله. شكرا شكرا استاذ سعيد. ناخد ام احمد من سوهاج. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضلي اتفضلي يا ام احمد. الدكتور سامعك، اتفضلي. انا عندي السكر. نعم. بقالي 7 سنين. من 7 سنين. وبعدين السكر عالي عندي، هو بيظبطش خالص عندي. الصايم كام؟ على طول عالي، وبعدين انسولين 30 على 70. كام واحدة؟ 40 الصبح و20 بالليل. وزنك قد ايه؟ انا خسيت، انا خسيت دلوقتي يعني حوالي 80 او 90 كده، حاجة زي كده يعني. والسكر الصايم كام؟ الصايم بيبقى عالي يعني، بيبقى انا سكري بيبقى فوق 300 على طول. طيب سؤال، في اي اعراض تانية غير ان السكر عالي؟ يا دكتور على طول بيجيلي كسرة نفس كده، ما بقدرش اخد نفسي، نفسي مقطوع خالص، مش قادر اتنفس. بترش تنفس، كرشة نفس بتيجي على طول مع المجهود ولا وانت قاعده؟ على طول، سواء مجهود او انا قاعده، ما بعرفش انام. عملت صوره دم قريب؟ تحليل سكر يعني؟ لا، صورة دم هيموجلوبين قد ايه؟ لا ما عملتيش؟ ايه؟ مش واخدة بالك. نسبة الهيموجلوبين قد ايه؟ طب هقول لك حاجة، خلينا نمشي خطوة خطوة. دلوقتي أنت بتاخدي أنسولين 40 الصبح صح؟ مرة واحدة. لا باخد مرة الصبح ومرة بالليل. 40 و40 يعني؟ لا 40 و20. طيب امتى هتاخدي كمان مره قبل الغداء 20 كمان؟ يبقى 40 20 20. دي واحد. اتنين، طريقه اعطاء الانسولين الاماكن الثابته بعد فتره الجلد ما بيستحملش وما بيحصلش امتصاص للانسولين بطريقه سليمه، او عدم انتظام امتصاص الانسولين من تحت الجلد، فلازم نبدا بمناطق جديده. والمره الجايه كده نحاول نبقى نجيب خريطه نقول ازاي الناس تعمل انسولين. تمام، حلو. غيري الاماكن، ابدئي لي في منطقه جديده. الانسولين يتاخد في اي حته، لو عايزه تديه ورا العين دي ورا العين مفيش مشكله. تمام، يعني ادي الانسولين في اي حته، في الصدر هنا، في البطن، في الظهر، في اي حته ادي انسولين مفيش مشكله. جميل، واخده بالي حضرتك. دي اتنين، وتكلمينا الاسبوع الجاي يكون ماشي. السكر اتظبط شويه لان الدنيا يعني في حاجه اظن دراعها هتاخدي برده. ممكن حاجه اسمها ثيوتا سيد 300 مللي جرام حبايه قبل الاكل بنص ساعه 3 مرات. ده ممكن ان شاء الله يفك ايديك. هي قالت رجليها ولا ايديها واقفه؟ انا دخلت العين في بعضهم ولا ايه؟ رجليها، بس هي كانت جنب التلفزيون. ماشي تمام. أوكي. نشكرك يا ام احمد من سوهاج، وناخد ام احمد من الشرقيه. السلام عليكم. النهارده 10 ام احمد كلها. الو. بس هي اختلاف المحافظات. اتفضلي يا ام احمد سامعينك. ايوه يا استاذ حسام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشكر الدكتور، ربنا يبارك فيه يا رب. يا ربنا يخليك يا رب، اللهم امين. اتفضل. عند ابني عنده 21 سنه كده وفي الكليه وضعفان ولونه مخطوف كده ووزنه ضعيف، عايزه حاجه يا دكتور تفتح له الشهيه او ربنا يكرمك يعني. طيب وزنه قد ايه يا فندم؟ وزنه كم؟ حوالي 55. وطوله قد ايه حضرتك؟ طول عاطف كام؟ 160.
165. يعني انت عايزة تزوديه 5 كيلو مش كده؟ اه. طيب لو قدرت تاكليه مثلا عسل نحل وزبده والشويه الحلوين بتوعك دول يقدر ياكل ولا لا؟ اه بياكل، اه بس بياكل بس ضعفان برضه. طيب هو هياخد حاجه اسمها موسي جور، او اقول لك اللي احسن منه ان شاء الله، ترياكتين. انت هتسجلي دي وتروح للصيدلي، ترياكتين حبوب، هياخد حبايه قبل الاعاشه بنص ساعه، هيبقى زي الغول، عارفه الغول؟ وجهزي له بقى بطايه كبيره كده ولا حاجه ياكلها. وهينام بعدها كويس ان شاء الله. طيب بس بالرز ولا الفريك؟ يعتمد اللي نفسه فيه. شكرا يا ام احمد. ترياكتين حبايه قبل الاكل بنص ساعه. ممكن يبقى ثلاث مرات بس لو بينيم قوي فناخده بالاول في العشاء. طيب ناخد الاستاذه ليلى من الاسكندريه. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور، انا عندي سكر من حوالي سنتين وعندي مشاكل بسببه، سكر 2، وكنت بقيس السكر بلاقيه صايم 160 فاطر 287 ومش متظبط على العلاج، وبعدين غيرت العلاج بس هو سبب لي مشاكل كتيره ونحفني جامد، وبعدين برضو مشاكل على الكلى فتره قصيره وسبب لي مشاكل وزلال. وفي نفس الوقت مش نازل برضو، فأنا دلوقتي مشكلتي الكلى عندي زلال وغير كده النحافة، فلو سمحت يعني تنصحني بإيه وأنا عندي 35 سنة. 35 متجوزة يا فندم؟ متجوزة؟ أيوة يا دكتور. وعندك أولاد؟ آه عظيم. عندي ثلاثة ما شاء الله. أيوة. الدورة منتظمة؟ لا مش منتظم. ولا بتقدم ولا بتأخر؟ ساعات بتأخر وساعات بتقدم. بتقدم 20 مثلا، تأخر 40. بتاخدي حبوب منع حمل او مركبه الاولى؟ بتاخدي اي وسيله منع حمل؟ لا. حضرتك بتشتغلي شغل خاص ولا حاجه؟ لا انا ربة منزل. وزنك قلت لي قد ايه؟ وزني حوالي 56 يعني. وطولك قد ايه يا فندم؟ طولك قد ايه؟ 150. يعني انت عاوزه تزيد 4-5 كيلو صح؟ لا هو نحفني جامد من ناحيه الظهر. طيب السكر بتاخدي له علاج ايه؟ باخد امريل. امريل 2 الصبح، وباخد سيدوفاش 850 مره او مرتين في اليوم. طيب ما هو حضرتك الامريل دي جرعات غير كافيه، لان سكرك حضرتك يعني عالي جدا، وده بيحمل عمليه انصهار لانسجه الجسم بتاعت سيادتك، وده سبب النحافه. من اصعب حاجه في الدنيا او الحاجه اللي تزعل قوي ان السكر يكون مش منتظم مع ان الواحد يفقد الوزن، دي علامه مفيش اسوأ منها. فحضرتك احنا مضطرين دلوقتي نوقف الجلوكوفاج او السيدوفاج ده خالص. الامريل هحاول اظبطه لك شويه، لكن ما اعتقدش انه هيجيب نتيجه، بس خلينا عشان ما نزعلكيش تاخد 4 مللي قبل الفطار و4 مللي قبل الغداء، واخده بال سيادتك؟ هنشوف السكر يتظبط ولا لا. ما اتظبطش تتصل بنا تاني لنا حلول اخرى ان شاء الله. بالشفاء ان شاء الله. ناخد من محافظه الجيزه الاستاذ عبد الحميد. السلام عليكم. ايوه حضرتك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا عايز اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضل اتفضل معاك. السلام عليكم. صحة الله. يا دكتور أنا بقالي حوالي بتاع 7 سنين أو 6 سنين رجلي تعبانة. نعم. من السكر. أه حبيبي. سن ستة كم سنة؟ 7-8 سنين يا دكتور. سن ستة كم سنة يا فندم؟ عندي سكر أقول أنا عندي 65 سنة. وزن سيادتك قد إيه يا فندم؟ وزني حوالي 86-86 كده يعني. طيب في حرقان وتنميل وخدلان في رجليك؟ نعم يا فندم. يعني حرقان وتنميل؟ اه دكتور، ساعات صوابع ايديا ما بقدرش اثنيها، انا بنام بالليل بعيط من رجلي، رجليا بتقف، رجلي تشنج، باخد الزبريد تاني بيفك. طب بص يا حبيبي هنمشي حته حته كده عشان نفهم بعض. يعني سيادتك الرجلين فيها تنميل وخدلان وحرقان. يا دكتور بيبقى تشنج كده. لا الله يخليك، في فرق بين تشنج وفي ميه سخنه او نار، بالراحه عليا.
ايوه دكتور اتفضل. يعني حضرتك زي الحرقان النار ولا الميه السخنه ولا العضله متشنجه عامله كده؟ لا العضله متشنجه وبتتهوج، كف رجلي بيتهوج حضرتك. ماشي بال الاثنين. الاسبرين بتفك. ايه يا حبيبي؟ بيدوني الاسبرين الاطفال ده اللي باخده بتاع السيوله بيفك. لا اصل الاسبرين الاطفال انت هتاخده كده ولا كده هتاخده؟ لا لكن انا باخده على طول عشان اجي عندي جلطتين في الشمال. طيب موافق. لا ده مش كفايه كمان، جلطتين لازم تاخد حاجه اقوى من كده. مش مشكلة. اخد الاسبرين تاني حضرتك؟ الاسبرين هتاخده يا فندم بس انا مش موافق عليه قوي، يعني مش ده العلاج. الناس اللي اقول لهم اديني فرصة بس اتكلم افيدك وافيد الناس. اديني فرصة. حضرتك الناس اللي جالهم جلطات سابقة في الساقين ماشي الاسبرين كفاية. بندي حاجة تمنع التجلط. الاسبرين ده للناس اللي ما جالهمش حاجة قبل كده. او جالهم في اماكن زي القلب. لكن جاله في. اجيب حاجة تانية حضرتك؟ انا بس اسمعني بس. نقطة. اتكلم نقطه. نعم. في حرقان وتنميل وخدلان ولا مفيش؟ لا حرقان بيبقى فيه ساعات كتير وسبع اليمين والشمال الصغير واقفين منملين على طول في ايديا. طيب بص يا فندم، سبع اليمين الصغير والشمال. طيب. ورجلي الاثنين حضرتك وكل العضله بالليل تشنج. طيب تشنج كده يدعى كل ما فيش فايده لما يديله الاسبرين بستريح. طيب هنيجي الاول نعالج الاول حضرتك اللي هو التشنجات اللي بتجي لك تقومك من النوم اللي بنسميها كرامبات زي اللي بتيجي لعيبه الكوره وهم بيلعبوا الكوره. واخد بال سيادتك؟ خلينا نعالجها المره دي وبعدين المره الجايه اتكلمنا لان في موضوع كبير قوي 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 يعني ناخده حته حته. هتيجي قبل النوم تاخد حاجه اسمها فيتاسيد فواره قبل النوم على طول. تاخد الفواره دي الفيتاسيد وتنام. برضو قبل النوم هتاخد وفي دواء اسمه كالماج. تاخد حبايه قبل الفطار وحبايه قبل النوم. واخد بال سيادتك؟ زاد الاسبرين اللي حضرتك بتاخده واتكلمنا تاني ان شاء الله. شكرا. الموضوع اصله سبع ثمان حاجات. فهنبدأ. متشعب. خلينا كده ويرجع المره الجايه يقول لنا راحت دي نبدا في التاني. كده تمام يا استاذ عبد الحميد، ارجع لنا تاني بالاتصال. ربنا يشفيك يا حبيب قلبي. امين يا رب. ناخد اتصال اللي بعده من الاقصر الاستاذ رجب. السلام عليكم. اهلا يا اخ رجب. والله انا يعني بحييكم. ربنا يبارك. واستشاره مجانا. تحت امرك. الو. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. الصوت واطي يا دكتور، الصوت واطي. هم الجماعه عندنا هنا في الاستوديو شكلهم بايه؟ لا مش الصوت، مش الصوت واطي، احنا منتظرينك انت تتكلم وتخلص عشان الدكتور يرد عليك. يا دكتور عايز اقول لك حاجه، يا ريت تسمعني يا شيخ. انا طبعا موضوع الكورونا ده الحمد لله ارتحت منه خلاص. دلوقتي في حاجه افظع من الكورونا بقى. ربنا يشفيك. ها؟ اتفضل. انا دلوقتي لماذا بغسل يدي اكثر من 40 مره في اليوم؟ ايه ايه 40 مره في اليوم؟ كل ما اقول انا غسلت يدي بيغسل ايده اكثر من 40 مره في اليوم. واروح اغسل، اروح لماذا افطر، بعد ما افطر اقول لماذا جاي يحط لي فطار، يعني ممكن افطر مرتين واتغدى مرتين وانا اكون ناسي، ما فيش يعني ما اعرفش ايه اللي حاصل معانا ده. تاني انا عايز افهم مش قادر افهم. دكتور حاضر. ما هي اللي هي لا طب دي واحده، دي واحده يا استاذ رجب. هو يعني هي الحاجات الطبيعيه بتاع تقريبا الحظر، بيغسل ايديه كل شويه 40 مره وبي 40 مره وبياكل 40 مره وبياكل طيب تخن وبياكل على طول. تخنت يا استاذ رجب؟ يا دكتور مش على عمليه التخن، انا تخن بس تخنت جامد الحمد لله. بس ايه المشكله هي يعني ممكن انا اكون لابس الكمامه معلش انا غيرتها ولا ما غيرتهاش، اروح ارميها اروح اتلافى على الثانيه. فهمني ساعات بينسى من يعني هي مشكلته ان بيغسل ايديه كتير بياكل كتير بعد ساعات بينسى. سنك كم سنه يا رجب؟ انا سني 61. انت عارف يا دكتور المحفظه في جيبي وانا اخذت ربع ساعه ادور عليها وهي في جيبي يا دكتور. طيب يعني هو الموضوع في الحجن الله ياخد بالنا ولادك. يعني هي الذاكره اللي انت شايف حضرتك انها مش قد كده. هناخد دواء اسمه اكتمار حبايه قبل الاكل ثلاث مرات اكتمار، وبعدين المفروض ناخد اسبرين بيبي حبتين بعد الفطار. واخد بال حضرتك؟ وانا اعتقد ان دول هيجيبوا هيظبطوا الذاكره ان شاء الله بعد فتره بامر الله تعالى. تمام اكتمار وان شاء الله تعالى وناخد التاني. اما حكايه انك تغسل ايديك كتير انا خايف لا تكون دي حاجه اسمها
اوبسيسيف كومبالسيف نيوروزيس. فلو بالصوره دي البس جوانتيات عشان مش كل شويه تروح تغسل، وتخليك مع الصلوات الصبح ظهر عصر مغرب عشاء مع الوضوء يعني. تمام شكرا. بحاول بس اسلم، انا برضو الصوت ما كانش حلو، مش فاهم الحلقه قوي. هو بس يعني هو صوته كان شويه برضو. نعم. شكرا استاذ رجب، وان شاء الله كله خير. هو طبعا فتح موضوع دكتور محمد ان شاء الله يوم السبت الامور تقريبا هترجع لمجراها تاني، الحياه الطبيعيه ان شاء الله. ده اكيد طبعا مع ان احنا ايه يعني برضو مع الناس تاخد الحذر الكافي. لا هو ترجع المفروض ان احنا ما نرجعش يعني، هي الدوله بتعمله عشان الانتاج، في انتاج وترفيه. تمام. فالانتاج ما وقفش الى هذه اللحظه في العالم كله مش احنا بس، اما الترفيه نحاول نقلل بقدر الامكان، نقلل من الحاجات اللي هي الترفيهيه. لا نقلل كل واحد يخاف على نفسه، صح. كل واحد يشيل مسؤوليه نفسه. صح نعم. نلتزم بالارشادات بتاع الدوله. نعم. ناخد معانا تقريبا هيبقى اخر اتصال ان شاء الله. الاستاذ حسام، سلام عليكم. عليكم السلام، اكلم الدكتور بعد اذن حضرتك. اتفضل الدكتور. سهل. معاك يا استاذ حسام. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا مرحبا يا فندم، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب يا بيه. حضرتك الله يخليك. لو سمحت يا دكتور، انا بقالي سنه باخد علاجات للمعده، واخيرا حلال طلع عندي جرثومه معده. نعم. فاخدت العلاج بتاعها 3 اسابيع، وحاليا دلوقتي مبطل بقاله اسبوعين. عظيم. وبعد علاج المعده بقى الامبرازول والمواد بتاعته ديت ماشي عليها بقالي سنه دلوقتي حاليا. طيب. فانا خايف من كثره السنه بتاعتها، يعني انا سامع انها بعد السنه بتعمل مضاعفات ثانيه وكلام من ده. شاطر. شغال ايه؟ انت شاطر. انا شغال في مزرعه دواجن. طيب كويس. الفراخ اسعارها كام دلوقتي؟ لا الصراحه نازله 21 جنيه. ايه خست؟ ده احنا بنجيبها ب 35. انت تبعت لنا بقى، بص تبعت لنا قفص كده جدعانه و لا بس فراخ حمراء ولا بيضه الاول؟ لا اي حاجه. بص يا حبيب قلبي، انا اشكرك بس انت مثقف، انت دارس ايه؟ انا كنت في كليه التربيه. مثقف ما شاء الله، كلامك صح. ادويه المعده كلها ممكن تجيب فشل كلوي ويعوذ بالله، ولو اثار سلبيه جدا على المعده نفسها عشان الناس تستفيد، وممكن تاثير سلبي اخر على القلب. فانا بشكرك ان انت اثرت هذا الموضوع، ولكن انا شايف انت اخذت الدواء من غير ما تعمل منظار يا فندم، ولا عملت منظار؟ الو. طيب هو لو ما كانش عمل منظار، ما عملش منظار، يحاول هو مع نفسه يقلل الجرعات. فلو كان بياخد مرتين في اليوم، ياخد قبل العشاء بس قبل النوم. طب لو كان بياخد قبل النوم، واخد بال حضرتك، ممكن ياخد يوم ويوم ما فيش. طب لقى نفسه كويس يوقف. طب يجي حرقان ياخده عند اللزوم بقى، ادام هو زملاتنا مشوه الفتره 3 اسابيع وكان بياخد سهل، لكن ما يفضلش مستمر على طول. وسؤال وجيه جدا وبشكره عليه. تمام كده. تمام. هو طبعا يعني كل مره بنيجي للنهايه المؤلمه ان احنا نقول ان خلاص. لا مش مؤلمه، الحمد لله تعالى. احنا كان عندنا مجموعه محترمه من المتصلين، كان في بعض مشاكل في يعني التواصل، لكن بنحاول نجتهد بقدر الامكان ان احنا نفهم منهم، وساعات بنطول مع الحاله لان المفروض كل حاله تاخد لها ربع ساعه على الاقل. اكيد واخد بال حضرتك. اذا كنا احنا بنقعد في العياده ربع ساعه نسال، امال على الهواء يبقى ناخد كام؟ في نص ساعه لان بنكشف يعني، باخد ربع ساعه. الحلقه امامك اساسا. واخد بال حضرتك. وطبعا بنحاول قرايبنا اللي موجودين بعيد عن القاهره ان احنا نفيدهم، ويا ريت حتى لو دكاترتهم عايزين يبقوا يتصلوا بينا هيكون ده افضل. واخد بالك، نفيد الدكاتره، لان في حاجات كده بتبقى موجوده في ثنايا الكلام ما بتعجبنيش بطريقه العلاج، بس كنوع من انواع الادب او ميثاق المهنه، ما يجيبش ان احنا نتكلم على الهوا وننتقد حد من الزملاء، حتى لو كان تلميذ عندنا او طالب عندنا، ما يجيبش ان احنا ننتقده على الملأ. اكيد ان شاء الله. دكتور انا شاكر ليك، واسمح لي ننهي الحلقه. اتفضل يا فندم. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلتو لميدسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهده والمتابعه، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغده الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كونسلتو
كشف ومستعجل ومفيش عندنا